نكمل على نفس الموضوع السابق Image Compression، وتحديدا وصلنا المرة الماضية عند فكرة Quantization. قلنا إنه في حال إنه وصلنا عند ال DCT Matrix، واللي هي تحديدا هاي الماتريكس قلنا بنطلع فيها القيم الـ frequency values بشكل DC value مع مجموعة من low frequency ومجموعة من high frequencies، اللي قلنا بالعادة بتكون مثلا في بالنسبة as a column بتكون يعني كل ما نزلنا بالكولوم نتجه باتجاه high frequency values، وكل ما اتجهنا بالرو لنهايته بنكون نتجه باتجاه high frequency values. معظم ال highest frequency values بتكون متجمعة بال corner تبع ال DCT matrix. الآن أرجع بس أذكر، لما نقول high frequency لا يعني إنه ال amplitude تاعتها is high، وإنما زي ما قلنا ال frequency هي indication ل how much changes we have in the image بالcolor. الآن اللي راح نساويه الآن الخطوة القادمة اللي هي quantization، هي أن نحاول to remove جزء من هاي ال high frequency، ونستغل الفكرة اللي قلناها سابقا بأنه العين عادة بتكون more sensitive لل DC value وال low frequency. يعني معنى آخر زي فكرة ال CB وال CR لما عملنا reduction بال resolution، ونرجع مرة باك للبيكسل values، ما بيكون في تأثير كبير على الصورة بالنسبة للعين. هون نفس المبدأ، ما في يعني تأثير كبير على الصورة في حال إنه عملنا ريموف لبعض هاي الهاي فريكونسي values. الآن كيف بيتم هذا الكلام؟ في عنا شيء بنسميه quantization، هو تحديداً we will set zero value instead of the actual value لل frequency coefficients في الماتريكس. الطريقة إنه راح نصير نحدد زي threshold value، نصير نقول أي قيمة أقل من هذا ال threshold will be removed or set to zero. يعني لو حطينا مثلاً لهذول المجموعة من القيم threshold value مثلاً 15 value، راح نتكلم طبعاً عن threshold بعد شوي. فلو فرضا حطينا value 15، معنى ذلك انه اي قيمة بتظهر هون عندنا should be removed. يعني زي تخيل بنقسم على 15، فاي جواب اقل من واحد من بنعتبره zero. لاحظ مثلا هذا الرقم 18، فراح يعطينا 1 point something، فبالتالي we will keep it. الارقام الاخرى راح تصير zeros. هذا راح نشوفه الان ب يعني more examples. مرة ثانية اللي راح نساويه كالتالي، ناخذ مثلا الآن مجموعة من القيم ونشوف، طبعا في حال انه هون قلنا انه بدنا نقسم مثلا على رقم معين زي 15 على الريسيفر سايد، لما نيجي بدنا نرجع نسترجع الماتريكس كاملة، طبعا لما نقسم على 15 كل القيم في الماتريكس راح نقسمهم على ثريشولد معين، فممكن طبعا نغير قيمة الثريشولد من مكان لمكان، بس القصد إنه أي قيمة بنقسم عليها الآن وإحنا بنعمل quantization على receiver side we will multiply by this value back. يعني بنعمل divide by the threshold value على ال encoder side، وبنرجع بنعمل multiply by the threshold value على ال decoder side عشان نرجع نسترجع القيم مرة ثانية. طبعا أي قيمة كانت zero لما نرجع نضربها بال threshold راح تظلها zero، فلذلك إحنا فعليا هنا ال loss part اللي بيصير في الإيمج كومبريشن تحديداً أو في الجيبيج إنكودينج، هو إنه هاي المعلومات ما رح نقدر نسترجعها مرة ثانية، اللي لما قسمنا على ثريشولد وبعدين صفرناها ما رح نسترجعها، بس القيم الأخرى اللي مثلاً قسمت على 10 وإرجع أضرب ب10 بنسترجعها مرة ثانية. بس فعلياً ما رح يكون الاسترجاع دقيق 100%، رح يكون في عنا يعني certain amount of error، بحيث انه لو شفنا هذا المثال، بحيث لو قسمنا على قيمة
على سبيل المثال عندنا مجموعة من الكوفيشنتس هون، هذول الآن إذا اخترنا ثريشولد معين زي مثلا فاليو 16، فإذا قسمنا على 16 راح يطلع معانا مجموعة من الاوتبوتس مع فراكشن. إذا رجعنا باك، طبعا عادة بالباي ذا واي بالماتريكس أو بالكوانتايزيشن بعد ما نقسم الكوفيشنتس تاعون الماتريكس على ثريشولد بنرجع بنعمل راوندينج، يعني فعليا اللي بنخزنهم هم انتجر فاليوز. فلو فرضا طلع معنا جواب زي هيك 7.9 وي راوند ات ل 8، 72 مثلا تقسيم 16 4.5 بنعملها راوندينج ل 5 وهكذا الارقام. في اشياء طبعا راح يكون الديفيجن بيعطي اوريدي انتجر فاليو فما في مشكله هون. الان لما نيجي نعمل ما يسمى دي كوانتايزيشن اللي هو يعني نرجع نسترجع القيم مره ثانيه باي ملتيبلاينج بنفس الثريشولد فاليو اللي قسمنا عليها، فراح تلاحظوا انه الارقام اللي رجعت هون مش اكزاكتلي نفس الارقام الاصليه الكوفيشنتس. في عندنا ما يسمى كوانتايزيشن ايرور اللي هو طبعا بتلاحظوا بتراوح حسب درجه الكوانتايزيشن، يعني هون الأربعة ونص لما صارت خمسة الراوندينج عالي شويه، لاحظ انه من 72 صار 80. هاي الارقام اللي بتطلع هون بنسميه ايرور، هذا مش هو اللوس اللي صار بالانفورميشن، وانما هذا ايرور بالكالكوليشنز اللي احنا عملناها. اللوس اللي راح يصير بالكوانتايزيشن اللي هو ان نقسم على ثريشولد وبعدين القيمه كامله تختفي، يعني تصير الكوانتايز فاليو زيرو، لو رجعنا عملنا ملتيبلاي باي ذا ثريشولد بتضلها القيمه زيرو. فهذا اللي هو اللوس اللي راح نشوفه الان. اما اللي بنتكلم عنه الان هو يعني فقط تذكير بانه لما نعمل كوانتايزيشن وي دو راوندينج، وبسبب هذا الراوندينج ممكن انه يطلع عنا ايرور حتى بالفاليوز اللي ما صفرناهم اللي اوريدي، يعني جاست ديفايد باي ثريشولد ملتيبلاي باي ذا ثريشولد. الان اذا اخذنا هذا المثال على كوانتايزيشن، إذا أخذنا هذا المثال على quantization، هاي عندنا matrix، هاي الأوريجينال matrix. لاحظوا كيف إنه نفس الأوريجينال matrix لما عملنا الconversion من البيكسل دومين للفريكونسي دومين طلع في عندنا already zeros بالhigh frequency area. طبعا هذا قلنا بيعطي، طبعا لسه ما عملنا أي quantization، بس لاحظوا إنه هذا بيعطي indication إنه طبيعة هذا البلوك، لا تنسوا إنه الإيمج بنقسمها لبلوكس، فطبيعة هذا البلوك ما في عنده color changes عالي، وبالتالي already ظهر zeros من البداية. لاحظ أهم القيم بتكون قلنا اللي هو عندنا DC value 120، أعلى قيمة دائما بتكون بال DCT matrix as coefficient، وبعدين عندنا AC coefficients من low والhigh frequency. هاي القيم اللي حوالين DC value اللي بنسميهم low frequency values، ولاحظوا انه في مجموعه كبيره من الزيروز بالذات بالكورنر هون. هاي الزيروز معناها انه اوريدي الايمج ما فيها كلر تشينجز كثير. لما نعمل كوانتايزيشن قلنا بدنا ناخذ ثريشولد معين ونقسم الكوفيشنتس عليه. بتلاحظوا عندنا هون ماتريكس ثانيه كوانتايزيشن تيبل او كوانتايزيشن ماتريكس، بتلاحظوا انها حددت قيم ثريشولد لكل كوفيشنت لحاله. يعني لاحظوا الماتريكس الأصلية 8 ب 8، عملنا ماتريكس ثانية من الثريشولد سميناها quantization table أو quantization matrix وفيها برضو 8 by 8 threshold. الفكرة الآن إنه كل قيمة موجودة في الـ DCT matrix راح نقسمها على الـ corresponding value بالـ quantization matrix أو بالـ quantization table بنسميه. الفكرة الآن إنه القيم هاي اللي مسجلة بالماتريكس هاي بتلعب دور كبير بقديش أنا بدي أتحكم بعدد الفريكونسي فاليوز اللي I want to remove. يعني معنى آخر، طبيعة الثريشولد هاي إحنا بالعادة ما بدنا نتخلص من الدي سي فاليو، فبتلاحظوا إنه مثلا بنختار في البداية وبرضه اللو فريكونسي ما بدنا نتخلص منهم،
بتلاحظوا انه البدايه بتكون بارقام صغيره، هاي الثريشولدز اللي هي لما نقسم الدي سي فاليو او اللو فريكوانسي فاليوز، يعني بتضلها هاي الارقام محتفظين فيها، ما بنخسرها. لكن كل ما بعدنا عمالنا بنقسم على ثريشولد عالي، لانه هاي الارقام اللي احنا بدنا نتخلص منها. يعني لو كان في هون هاي فريكوانسي فاليو، هاي اكيد بدنا نتخلص منها. فبتلاحظوا انه عمالنا بنقسم على فاليو عاليه 110 حتى نتخلص منها. فبتلاحظوا طبيعه شكل الكوانتايزيشن تيبل او الكوانتايزيشن ماتريكس، بيبدا بثريشولد فاليوز صغيره من جهه الدي سي واللو فريكوانسي، وبتبدا هاي القيم تكبر باتجاه الهاي فريكوانسي فاليوز. فبالتالي بصير الاحتماليه ان نلغي قيم. طبعا هون الاكزامبل تبعنا هذا راح ناخذ مثال ثاني الان في يعني مور فاليوز. فلو كان في هون هاي فريكوانسي فاليوز، فبتصير الان الفرصه ان نصفر هاي القيم بان نقسم على فاليو اكبر من هاي القيم، بتصير اعلى، لانه عمالنا بنختار ثريشولد فاليوز كبيره في الاماكن اللي فيها هاي فريكوانسي فاليوز. طبعا زي ما قلنا اكبر عدد من او ذا هايست فريكوانسي فاليوز بتكون كلاسترد بالكورنر اللي هو نهايه الكولوم مع نهايه الرو، هاي المنطقه، وهون بتكون بتلاحظوا اكبر القيم. طبعا هاي الكوانتايزيشن ماتريكس او تيبل فعليا يعني بتتحكم بالاوتبوت النهائي. يعني كل ما القيم هاي ان جنرال بالماتريكس كبرناهم، كل ما عملنا لوس اعلى للفاليوز، يعني ريدكشن اعلى، صفرنا مور فاليوز. كل ما صغرنا هاي القيم، كل ما كان احتماليه انه يظهر عندنا نون زيرو فاليوز اكثر وعدد الزيروز يكون اقل. حنشوف الان مثال عليهم بس نكمل اللي امامنا. الان لو اجينا على الاوتبوت النهائي اللي بيطلع معنا هو فقط ديفيجن، مثلا 120 تقسيم 10 12، 60 تقسيم 10 6، 40 تقسيم 15 3، وهكذا. طبعا لاحظوا انه في عندنا حالات مرات انه بنقسم على رقم وبيكون النتيجة يعني فراكشن، وبنرجع بنعمل راوندينج. فلاحظوا بنرجع بنعمل انتجر راوندينج. فعليا شو اللي عملنا؟ اخذنا كل القيم اللي موجودة بالماتريكس اللي سميناها F of UV، UV يعني البوزيشن تبع كل سامبل أو كومبوننت أو كوفيشنت، وبنقسم على Q ماتريكس وبنعمل راوندينج. الأوتبوت النهائي اللي بيطلع لنا اللي اسمه FQ اللي هي الكوانتايزد ماتريكس أو الكوانتايزد كوفيشنت عندنا هون. لاحظوا إنه لما قسمنا في عندنا مجموعة من القيم كانت موجودة اختفت، صارت زيروز بسبب القسمة. يعني لما اجينا هون قسمنا مثلا الخمسة على الخمسة وعشرين صفرت الفاليو، لكن مثلا أربعين على عشرين اثنين، لاحظوا القيم هاي كلها صارت زيروز اللي كانت هون، خمسة ثلاث واحد، هدول كلهم اختفوا. لاحظ هون مثلا عندك الأربعة والأربعة والاثنين، هاي القيم برضو اختفت لأنه عمالنا بنقسم على قيمة أعلى منهم. فهذا اللي هو مبدأ الكوانتايزيشن. لأن قلت قبل شوي إنه طبيعة الكوانتايزيشن تيبل أو ماتريكس، القيم اللي فيها بتتحكم بقديش أنا قاعد بعمل ريدكشن أو قاعد بعمل ريموف لهاي فريكونسي. فمثلا هاي الماتريكس نسميها مثلا Q90، هاي الأرقام اللي فيها صغيرة نوعا ما مقارنة بماتريكس Q50 أو ماتريكس Q10. طبعا هاي الأرقام إنه مثلا 90 50 10، هاي بتعطينا indication، خلينا نقول للكواليتي. يعني معنى آخر، إذا فرضا هون بحصل على quality for example 90% من الإيميج الأصلية، يعني قاعد بخسر معلومات خلينا نقول فقط 10% و 90% من الإيميج، يعني الكواليتي تاعتها مشابهة للإيميج الأصلية. هون لاحظوا الأرقام كبرناها شوي، فبنقول إنه الكواليتي راح تنزل مثلا من 90 ل 50. هاي أرقام باي ذا واي بنهاية الشابتر راح نتكلم عن ماثماتيكال فورمولاز أو عن نيوميريكال ميجرز،
نعملهم بحيث ان نقيس الكواليتي. لكن الان مبدئيا هذول 3 ماتريسز من الكوانتايزيشن بتلاحظوا انه اللي فيها قيم كبيره زيها هي بده يتخلص من عدد كبير جدا من الهاي فريكوانسي فاليوز. فلاحظوا انه بشكل عام بقسم على لارج فاليوز ان جنرال، وبالتالي اكيد راح تكون الكواليتي قليله لانه راح نفقد معلومات كثير من الايمج الاصليه. هذا عباره عن يعني فيجوال اكزامبل، يعني نشوف بالعين شو اللي قاعد بيصير. هاي الاوريجينال ايمج، لان ممكن انت يعني زي ما بحكوا تدقق شوي بالايمجز اللي امامك حتى تشوف يعني الديفرنس. طبعا لاحظ هاي الاوريجينال ايمج الفايل سايز الاصلي تبعها قريب ال 530 الف بايتس. الان اذا اجينا واستخدمنا ماتريكس بتعطينا كواليتي خلينا نقول 75% من الايمج الاصليه، بنزل الفايل سايز. طبعا كيف نزل الفايل سايز؟ لا ننسى انه في عندنا قيم قاعده بتتصفر، وبالتالي مش قاعده بتدخل بحسابات الفايل سايز لانه بطلنا نبعث هاي القيم، صار في زيروز بدالها. فالفايل سايز اللي نتج من الجيبك بعد ما عملنا الكومبريشن كامل، طبعا احنا لسه ما كملنا الكومبريشن كامل بس هذا مثال، بعد ما عملنا الكومبريشن كامل باستخدام كوانتايزيشن ماتريكس معينه تعطينا مثلا كواليتي 75%، لاحظ انه الفايل سايز نزل من 530 الف ل 37 الف. لان لما تقارن التو ايمجز مع بعض بتحس almost the same. ان جنرال في الجيبج يعني كيو ايكوال 75 يعني كواليتي على درجه 75 بتعطي يعني almost the same image، بحيث انه الواحد ما بيشعر يعني فرق بين الـ compressed image والـ original image. الآن لو زدنا درجة الـ quantization أكثر بحيث إنه بتقلل الـ quality بس بالمقابل طبعاً خلينا نقول الآن في عنا distortion بيصير بالـ image مقابل الـ file size. طبعاً هذولا راح تصير نقول على يعني ندور على balance بين الشغلتين، إنه إحنا كل ما عملنا نزلنا الـ file size أكثر بالتخلص من more frequency values كل طبعا ما الكواليتي نزلت مع الفايل سايز اللي بنزل او زاد الديستورشن. يعني عندنا اشي بيزيد واشي بنقص، بنقص الفايل سايز بنحصل على reduction بالفايل سايز، compressed file افضل لكن الكواليتي تاعته بتكون اقل او الديستورشن فيه اعلى. هذا الان لاحظوا لو يعني هاي الاوريجينال ايمج خلوها في بالكم، عمالنا بنحاول نغير. لاحظ لما زدنا الكوانتايزيشن اكثر طبعا هذا بينزل الكواليتي. طبعا نزل الفايل سايز من 37 ل 16، صار عندنا 16000 بايتس مقارنه بالفايل الاصلي 529000 بايتس. طبعا لاحظ الان لما تقارن راح تشعر تقريبا انهم زي بعض اذا بتركز على الجزء الايسر هون، لكن اذا بتتفرج على ديتيلز زي هاي الديتيلز اللي هون تشعر انه في فرق. يعني اذا بتركز فيهم بتلاحظ انه في شويه فروقات بلشت تظهر، يعني مثلا الجزء هذا الالوان بلش شويه الكلر يتغير ولو شيء بسيط. بعض الديتيلز هون اذا بتركز فيها بتشعر انه شويه تغيرت. الان لاحظ كل ما زدت بالكوانتايزيشن هون مشان يفرجينا يعني بالضبط كيف الامور تبدا يعني يزيد الديستورشن بشكل واضح جدا. لاحظ لو خلينا الكوانتايزيشن يصير عالي جدا الارقام اللي نقسم عليها الفايل سايز بنزل تقريبا ل 6000 بايت مقارنه ب 530000 بايت، لكن بالمقابل بتبداوا تشوفوا انه البكسل فاليوز بلشت تتغير القيم تاعتها لما رجعناها للاوريجينال بكسل دومين، فبلشت الايمج يصير فيها ديستورشن عالي مقارنه بالايمج الاصليه. فمره ثانيه اللي بتحكم في درجه الكومبريشن بالجيبك هو الكوانتايزيشن تيبل. الان اذا جينا اخذنا فول اكزامبل، وهذا الاشي طبعا لسه احنا ما كملنا انه شو اللي لازم نعمله حتى
نطلع الايمج كامله ونرجع نعمل لها ديكودينج. بس مثال يفرجينا الاوريجينال بيكسل فاليوز والما يسمى ريكونستركتد بيكسل فاليوز، اللي هم يعني بعد ما استرجعناهم باك على الديكودر نشوف كيف الديفرنس بالفاليوز. هسا تخيلوا معي هذا بلوك من الانبوت ايمج، عملنا له دي سي تي، طلع معانا ال دي سي تي فاليوز. طبعا لاحظوا هاي الان في عندنا مجموعه من الفريكوانسي دومينز هون بالهاي فريكوانسي اريا، فبالتالي هذول بدنا نتخلص منهم. اجينا الان استخدمنا هذا الكوانتايزيشن تيبل اللي بتلاحظوا زي ما قلنا بيبدا بارقام صغيره وبينتهي بارقام كبيره از ثريشولدز، وبعدين الاوتبوت اللي طلع معنا من قسمه ال دي سي تي كوفيشنت على الكوانتايزيشن وبعدين نعمل راوندينج هي الماتريكس هاي. بتلاحظوا كيف فيها نسبة زيروز عالية وتبقى فيها مجموعة من الأرقام اللي هم الـ DC value مع الـ low frequency values. الآن إذا رجعنا بدنا نعمل dequantization، أول خطوة بنعملها بدنا نرجع نضرب بالـ quantization thresholds هذول مرة ثانية. فمثلاً العشرة بنرجع نضربها بالرقم اللي already انقسمت عليه اللي هو 16، فبترجع 160. لاحظوا القيمة الأصلية كانت 162.3 صارت 160، هذا اللي سميناه الكوانتايزيشن ايرور. الآن بتلاحظوا إنه حتى لما استرجعنا الـ DCT ماتريكس ما قدرنا نسترجع القيم اللي صفرناها أصلاً هون، فتبقى عندنا فقط الـ DC ومجموعة من الـ Low Frequency Values. الآن هاي الماتريكس رح نرجع ناخذها ونعمل إلها Inverse DCT، يعني نرجعها باك من فريكوانسي دومين لبيكسل دومين، جايينه هذا الموضوع لقدام شوي. بتلاحظوا النتيجة اللي طلعت معنا لهذا البلوك هي قيم قريبة على القيم الأصلية بس أكيد مش نفسها. طبعا الآن من ناحية خلينا نقول يعني ماثماتيكال ميجرز بيصير واحد يقول إنه الأرقام مش متطابقة، الـ 154 صارت 149، ال 123 صارت 134، ال 123 صارت 119 وهكذا. يعني في قيم بتكون قريبة شوي على القيم الأصلية زي مثلا 254 253، وفي قيم طبعا بعدت شوي، لاحظ 110 111 في 123 صارت 109. Overall بالنسبة للعين ما بتشعر بديفرنس عالي، طبعا بيعتمد على زي ما قلنا الكوانتايزيشن اللي عاملينه زي الايمجز هاي حسب احنا على ايش قسمنا. فزي هون المثال هذا انه هذول التو ايمجز نوت اكزاكتلي ذا سيم ايمج، بس بالنسبه للعين بجوز يبينوا اولموست ذا سيم. لكن لو عملنا حسابات وحاولنا نقارن القيم مع بعض فعليا هذا اللي راح يصير، انه هاي الاوريجينال، هذا الاوريجينال بلوك وهذا الريكونستركتد بلوك اللي هو ديكودد بعد ما عملنا ديكودينج. فهذا بس مثال فرجينا كيف انه لما نسترجع البكسل فاليوز بتكون قريبه من الاوريجينال بكسل فاليوز. اما من ناحيه دي سي تي كوفيشنتس اكيد في عندنا بيج ديفرنس ما بين الاوريجينال دي سي تي ماتريكس وما بين الكوانتايزد ماتريكس او الديكوانتايزد ماتريكس. الان بدنا نمشي خطوه زياده بعد ما طلعنا هاي الآن إحنا فعلياً اللي وصلناه بستيبس بالإنكودينج هو عند الكوانتايزد كوفيشنتس، لسه ما عملنا ديكوانتايزيشن. بعد هاي الخطوة الآن بدنا نبدأ ناخذ القيم هاي اللي طلعت معنا اللي هي الكوانتايزد كوفيشنتس وإن تيرمز أوف ديسيمال فاليوز، ونبدأ الآن نعمل لهم إنكودينج بتكنيكس معينة زي الهوفمان كودينج الكذا حتى نطلع بباينري كود لكل فاليو. فبدنا الآن هاي الفاليوز نحولها الآن ل بيت ستريم انكودد بطريقة معينة ونخزنها أو نعمل لها ترانزميشن. كيف الآن هاي القيم راح نعمل لها انكودينج، يعني نحولها ل باينري كودز معينة؟ راح نستخدم التالي. إذا الأوتبوت اللي طلع من الكوانتايزيشن راح ناخذه الآن ونعمل له انتروبي انكودينج ما بين وسورس انكودينج، ما بين ديفرنشال انكودينج ورن لينث انكودينج وهوفمان انكودينج. النتيجه النهائيه اللي بنطلع فيها هو عباره عن ستريم اوف بيتس اللي هم انكودد بطريقه معينه.
هذا الباينري كودز اللي بتطلع معنا هي كورسبوندينج لمين؟ للكوانتايزد دي سي تي كوفيشنتس هاي اللي هي الان بتظهر امامنا از ديسيمال فاليوز. طيب كيف بنعمل هذا الكلام؟ اول خطوه بندخل على اول بلوك بنسميه فيكتورينج، حنتكلم عنه الان. بعد هيك بننتقل على ان نعمل يا ديفرنشال انكودينج يا ران لينث انكودينج، يعني نفس القيم الهاي تبعات الكوانتايزد كوفيشنتس، اشي منهم راح نطبق عليه differential encoding وجزء منهم راح نطبق عليه run length encoding. The output of the differential or run length encoding راح نطبق عليه Hoffman encoding حتى نطلع code words معينة زي اللي شفناهم بأمثلة سابقة لما كنا نطبق Hoffman encoding على مثال بسيط. أول خطوة بنسميها vectoring. Vectoring هو إن نحول 2D ماتريكس لون دايمنشنال اللي هو من ماتريكس لفيكتور. طبعا شو اللي صاير فعليا الان لما نيجي ناخذ هاي القيم وبدنا نبدا الان نقراهم مشان كل واحده يعني ندخلها على الران لينث انكود او نعمل زي سيكونس، بامكاننا طبعا نقراهم سيكونشال يعني نبدا من اول قيمه ونقراهم بالترتيب هذا. الان اللي صاير انه بدل ما نقراهم بهذا الترتيب لاحظوا بيستخدموا طريقه سكان للماتريكس نحولها لفيكتور كالتالي، بيسموا هذا التكنيك زيجزاج، انه بنصير نقرا القيم بالطريقه التاليه، بنبدا بقراءه الدي سي فاليو بعدين بنبدا نقرا بطريقه الزيجزاج. هسه لاحظوا الطريقه هاي انه كيف احنا قاعدين بنقرا الفاليوز بشكل قطري، هو كانه احنا عمالنا بنقرا الدي سي فاليو بعدين بنبدا بقراءه اللو فريكوانسي فاليوز فيرست بعدين بننتقل لقراءة الـ High Frequency Values، مظبوط؟ وإحنا بنقرأ بالطريقة هاي، يعني بنبدأ بالـ DC بعدين بنقرأ، يعني عمالنا بنرتبهم بشكل فيكتور بس بنرتبهم وراء بعض كأننا بدنا نحط في البداية DC Value بعدين نجمع بعديه كل الـ Low Frequency Values ونخلي الـ High Frequency Values آخر إشي. إذا قرأناه بطريقة Sequential هيك فبقرأ أنا DC values بعدين بقرأ low frequency values بعدين بقرأ high frequency values، برجع بعدين بقرأ low frequency value وبكمل high frequency، برجع بقرأ low frequency بعدين high frequency. هذا إذا بقرأ sequential line by line row by row. أما إذا قرأتهم as a zigzag بقرأ ال low frequency values بالأول وراء بعض بعدين بقرأ ال high frequency values. طبعا ليش بنعمل هيك؟ الآن لو أخذنا مثال حيفرجينا بالضبط السبب اللي قاعدين إحنا بنقرأ فيه الماتريكس بالطريقة هاي. طبعاً لا تنسوا إنه عمالنا بنحول الـ 64 values هدول من إنهم يكونوا على شكل ماتريكس 2D لـ 64 values على شكل فيكتور، يعني نبدأ بأول value اللي هي DC ظهر بـ location 0 وآخر قيمة بنقرأها بتكون القيمة رقم 64 لأنه عندنا 64 value. تفرجوا على هذا المثال ومنه راح نعرف why we do this, why we do what we call the zigzag scan. خذوا هذا المثال، قلت أنا قبل شوي إنه راح نقرأ بطريقة زيجزاج، يعني راح نبدأ بالفاليو 12 بعدين ننتقل نقرأ فاليو 6، لاحظ قاعدين بنصفط فيهم بالفيكتور بعدين بننزل على فاليو 7 بعدين بننزل على فاليو 3 نرجع بنطلع على فاليو 3 فاليو 3 يعني ننتقل 2 بعدين 0 ونبدأ نكمل قراءة. هسا لاحظوا كترتيب زي ما قلت ظهرت الـ DC value بعدين مجموعة من الـ low frequency value بعدين كل الـ high frequency values. اللي صاير عندنا هون إنه إحنا جمعنا أكبر run من الـ zeros وراء بعض بهاي الطريقة، لأنه إحنا أصلا الطريقة اللي بنقرأ فيها الآن عمالنا بنقرأ بالأول الـ non-zero values ومنحاول إن نخلي كل الـ zero values للآخر. طبعاً هذا بيعطينا indication للإنكودينج اللي بنستخدمه الآن إذا بتتذكروا فكرة الـ run length encoding واللي هو إنه يكون عندي أنا أكبر run من نفس الـ value حتى أستفيد من الـ run length encoding. أنا الآن بدي أطبق الـ run length encoding على هاي الـ values لكن حتى أطبقه بطريقة efficient اللي قاعد بعمله أنا إني بحاول أجمع أكبر قدر ممكن من الزيروز وراء بعض بحيث ما يكون في بينهم جابس.
إذا قرأته بالطريقة الاعتيادية sequential كيف راح يعني أخزنه as a vector؟ راح أقرأ 12, 6, 3, 2 بعدين 4 zeros يرجع يظهر عندي non-zero values 7, 7, 3, 2 بعدين 5 zeros بعدين يرجع يظهر عندي non-zero values 3, 2 بعدين مجموعة من الزيروز وهكذا فبصير يظهر zeros run of zeros لكن مش هذا الرن طويل وبعدين برجع بيظهر non-zero values. طبعا بشكل عام يعني ما بنتوقع انه دائما يطلع معانا الاشي هذا يعني ممكن يطلع مثلا رقم non-zero value بعد مجموعة من الزيروز بس بيكون عددهم قليل يعني اكبر عدد من الزيروز بيكونوا clustered وراء بعض في حال انه قرأناه بطريقة zigzag rather than sequence. طيب هنشوف الآن وإحنا منكمل كيف نستفيد من هذا الفيكتور كامل وبإننا نجمع أكبر قدر من الزيروز وراء بعض. فعلياً الآن لما أنا أجمع أكبر قدر ممكن من الزيروز وراء بعض كأني الآن لما بدي أبعث كأني بقول بدي أبعث أول 10 values من الفيكتور لحد position 9 بلشنا من position 0 فكأني ببعث أول 10 values ولاحظ كل values اللي بعديها زيروز يعني ما في داعي أبعث إشي. فإذا كأني أنا بقول بدي أبعث من أصل ال 64 values هدول فقط 10 values non-zero بس الطريقة الآن إنه عشان نعمل لهم encoding بشكل معين حاولنا نجمع أكبر قدر ممكن من الزيروز بالآخر. طيب الآن شو اللي راح نساوي؟ راح نيجي نفصل بالencoding ال values لجزئين الجزء الأول الـ DC value والجزء الثاني هو الـ AC values مع بعض سواء low or high frequency الـ remaining values. يعني بمعنى آخر رح نيجي الآن ناخذ الـ DCT coefficients كل الـ DC coefficients نجمعهم مع بعض ونعمل لهم differential encoding بعدين ندخلهم على Hoffman encoding بعدين نجمع كل الـ AC coefficients هدول من value 1 للآخر الـ 63 value المتبقية ونعمل عليهم run length encoding وبعدين Hoffman encoding. طبعا ليش اخترنا هذا الاشي؟ اتذكروا معي انه DC values اللي راح نختارهم الان بدنا نطبق عليهم differential encoding. شو اللي قاعدين احنا بنساوي؟ شوفوا التالي. اذا اجينا على DC values لا تنسوا انه كل بلوك ما فيهوش الا 1 DC value. الان اذا جمعنا البلوكس كلياتهم لا تنسوا انه الايمج قسمناها لبلوكس احنا 8 باي 8 لو جمعنا كل البلوكس وراء بعض ويجينا اخذنا الدي سي فاليو من كل بلوك طبعا لا تنسوا انه الدي سي فاليو دائما بتكون اكبر قيمه في الماتريكس بالدي سي تي ماتريكس اذا جمعنا هاي القيم تبعات الدي سي فاليوز وعملنا عليهم ديفرنشال انكودنج القصد انه لانه هدول بالعاده بيكونوا the highest يعني اكبر القيم بتكون هما الدي سي فاليوز بنحاول ان نجرب نعمل عليهم ديفرنشال انكودنج اللي هو فكرة إنه أنا بدل ما أبعث هاي اللارج فاليوز راح أبعث الديفرنس تبعهم يعني أنا إذا الآن اتفرجت على البلوكس تبعات الإيمج كاملة ولقيت مثلاً أول دي سي فاليو قيمتها 12 السكند دي سي فاليو 13 الثيرد دي سي فاليو 11 واللي بعديها 11 واللي بعديها 10 الآن بدل ما أجي أخذ هاي الفاليوز وأبدأ أعمل لهم إنكودينج مباشرة لباينري لأنهم زي ما بتعرفوا كل ما كانت القيم كبيرة بدي more bits to represent هاي الفاليوز فشو رحنا عملنا؟ قلنا بدنا نعمل فكرة differential encoding زي اللي طبقناها قلنا على الاوديو سيجنال إنه إذا كان الفاريشن بين الأرقام متقارب لكن الأرقام طبيعتها عالية فبإمكاني أعمل differential encoding فأنا الآن راح أبعث 12 أول DC value as DC value كاملة بعديها بدل ما أبعث 13 I will send 1 بعد ال 1 minus 2 لأنه 13 صارت 11 معناته ببعث 0 no difference 11 10 ببعث minus 1 الآن لما أجي أخذ هاي الفاليوز لا تنسوا الآن الخطوة اللي بعديها بعد الديفرنشال encoding بدنا نعمل Hoffman encoding Hoffman encoding يعني نأخذ الآن القيم هاي وندور إلها على كود بالباينري يناسبها فراح نجرب طبعا نختار كودز عن طريق فكرة الهوفمان إنكودينج فبدل ما أبدأ بهوفمان إنكودينج مباشرة بقيم كبيرة راح أطبق هوفمان إنكودينج على أرقام أصغر بالتالي بدي أطلع كودز بلينكث أقل
يعني number of bits needed per code يكون أقل. إذن هاي الخطوة الأولى إنه بعد ما عملنا vectoring بنجمع DC values. لا تنسوا إنه كل block ما في إلا one DC value. فلما بدنا نيجي نعمل run length differential encoding we have to look at all the DC values بالإيمج. من كل block بناخذ one value وبنبدأ ناخذ difference بين هاي values اللي إحنا سميناه differential encoding. هذا الآن يعني تكملة على differential encoding اللي هو مدخل الآن كيف نحول الآن هاي decimal values يعني عبارة عن نتخيلهم عبارة عن symbols معينة بدنا نحولهم الآن لباينري أو لباينري كود معين عشان نبعث. الآن راح ناخذ هاي difference values ونطبق عليها التالي. الآن كل difference value لأنه بدنا نستخدم الآن variable encoding يعني طبعا إحنا كان ممكن إنه خلص ناخذهم القيم كلياتهم هذول difference values اللي ممكن إنه difference يكون 0 ممكن يكون 1 ممكن يكون minus 1 القيم اللي قاعدة بتطلع معنا هون. ممكن ناخذ هاي القيم ونطبق عليها fixed length encoding يعني نصير كلهم نعطيهم fixed binary code. بس طبعا أكيد القيم هاي لما أجي بدي أحولها لفيكست بده يكون بدي مور بيتس. الآن رح نلجأ لفكرة إن نعطي لهاي القيم variable length كالتالي. كل قيمة من هاي difference values رح نمثلها بقيمتين. القيمتين هذول الأولى بنسميها the number of bits needed والactual number والactual bits اللي استخدمناهم. طبعا ليش بنعمل هيك؟ لأنه بدنا نستخدم لكل value عدد bits نمثلهم فيه مختلف عن الفاليو الأخرى. فكونه عدد البيتس اللي بدنا نمثل فيهم الأرقام صار variable بدنا بالبداية رقم يعطينا indication لما نيجي نعمل parsing على الريسيفر نقرأ نعرف how many bits we should read كvariable number of bits حتى نرجع نقرأ الرقم اللي بعدي. يعني بمعنى آخر إذا إجينا على value 1 راح نعمل لها representation بالباينري 1 الماينس 1 راح يكون الكومبلمنت لل 1 اللي هو 0 ال 2 راح نمثلها ب 1 0 والماينس 2 ب 0 1 كومبلمنت ل 3 راح نمثلها ب 1 1 هسه لاحظوا هذا الريبريزنتيشن هو فاريبل لينك يعني شيء بنعطيه قاعدين 1 بت شيء بنعطيه 2 بتس شيء بنعطيه 3 بتس على الريسيفر سايد لما طبعا يوصل الستريم بيكون واصل از ستريم اوف باينري فلازم أميز أنا الآن إنه يعني كل كم بت أقرأ مع بعض وأعتبرهم one value. فأنا إذا شفت مثلاً one zero بدي أعرف إنه هل أقرأ ال one لحاله وأعتبره one ولا أقرأ ال one zero مع بعض وأعتبرهم two. فلازم يكون في قبل ال one هذا الباينري لازم يكون في قبله value اللي إحنا بنسميها the number of bits needed تسبق ال actual value حتى أعرف how many bits I should read. فأنا لما أشوف مثلاً value 1 بعرف إني I should read only 1 bit. لما أشوف 2 لاحظوا قبل ما أقرأ الـ actual value I should read الـ first value اللي بنسميها الـ triple S اللي هي بتمثل the number of bits needed. لما أقرأ 2 بعرف إنه I should read 2 bits. لما أقرأ 3 بعرف إني I should read 3 bits مع بعض وأعتبرهم code. طبعاً لاحظوا هون الكود اللي استخدمناه هو تقريباً بيشبه الباينري كود العادي احنا بنستخدمه بس مع اختلاف بسيط انه لما تكون الفاليو 0 الديفرنس 0 زي هيك يعني عندي 11 11 انا حبعت 0 لما يكون الديفرنس 0 راح استخدم النمبر اوف بيتس نيدد 0 يعني فعليا اي ويل سند نو فاليو مقابل الزيرو 0 بس طبعا راح ابعث ايش راح ابعث فاليو 0 ات مينز انه وين يو سي 0 معناها لا تقرا ولا بت انتقل لل value اللي بعديها بس شو بتترجمها انه في عندك difference value 0 لما تشوف 1 number of bits needed 1 طبعا الحالات اللي بتكون number of bits needed 1 هما حالتين ال1 والminus 1 طبعا لاحظوا ال1 مثلناه بالactual binary value تاعته مثلا 1 بينما الminus 1 الكمبلمنت تبعه 2 و3 وminus 2 وminus 3 هذول الاربعة values كلهم بياخذوا number of bits needed 2 اللي هو ال2 بده 1 0 ال3 بده 1 1 الكومبلمنت طبعا 0 1 0 0
وهكذا. حنشوف الآن numerical example يوضح الفكرة. لاحظوا مثلا الأرقام من ناقص 4 أو من ناقص 7 ل 7، يعني ناقص 7 ناقص 6 ناقص 5 ناقص 4، كلهم هذول لحد 7، هذول القيم بلزم إلنا minimum 3 bits to represent. Again, I have to send before this value, I should send the triple S value, اللي هي the number of bits needed حتى أعرف how many bits I should read. وهكذا. شوفوا هذا المثال. هذول عبارة عن difference values. 12, 1, minus 2, 0, minus 1. هذول لو بدنا نقرأهم بطريقة الـ actual DC values، فراح تكون أول قيمة 12. القيمة اللي بعديها بدام بلس 1 معناها it's الـ original value هي 13، بعدين minus 2 معناته الـ original value بعد الـ 13 هي 11، بعدين 0 يعني ظلت الـ 11 ثابتة، بعدين 10 لأنه minus 1 يعني بطرح منها واحد بتصير 10 وهكذا. طيب هاي الـ values الآن كيف بدنا نعمل لها encoding هاي الـ difference values؟ زي ما قلنا كل value راح نمثلها بـ 2 values، لي تريبل اس the number of bits needed والاكتوال نمبر والاكتوال بيتس 12. نرجع هون للتيبل، تلاحظوا 12 راح تكون من ضمن هاي القيم اللي بدها مينيمم 4 بيتس، فبالباينري بنعرف انه ال 12 ريبريزنتس باي 1100 ات نيدز 4 بيتس. اتفقنا بنمثله ب 1 باينري وبدنا 1 بيت. الماينس 2 قلنا بنمثل ال 2 بالاول اللي هي 1 0، بعدين بناخذ الكومبلمنت اللي بتصير 0 1، بدنا 2 بيتس. ال 0 اتفقنا انه وي نيد نو بيتس لها يعني كاكتوال ريبريزنتيشن، بس بتكون النمبر اوف بيتس نيدد لازم نبعثها 0 عشان نقول انه ما في فاليو نقراها. بعدين عندنا ماينس 1 بنمثل بالاول ال 1 اللي هو 1 بالباينري، وبعدين الكومبلمنت تبعه بيعطينا 0. The number of bits needed one. إذا الآن صار عندنا two values جداد لل difference اللي هما the actual binary value وال number of bits needed. الآن لسه ضايل the number of bits needed اللي هما هدول لساتهم decimal. Again we need to convert them ل binary يعني ل binary code زي هذا الكود. وبعدين نحطهم وراء بعض بحيث نقرأ بالأول الـ number of bits needed بعدين نقرأ الـ actual value. The last step الآن هي أن نعمل Hoffman encoding لهاي القيم. ليش اخترنا Hoffman encoding؟ يعني على أساس نقول أكثر قيم بتتكرر، يعني اللي بتكون the number of bits needed أكثر كvalue راح نعطيها كود أصغر، والأرقام اللي بتكون استخدامها قليل جدا راح نعطيها كود أعلى. طبعا هاي اللي هي، ونرجع نعمل زي فكرة هوفمان 3 ونبنيها بالجيبيك. لأن هاي الخطوة اللي راح نعملها الآن اللي هي هوفمان انكودينج، لمين راح نعمله؟ راح نعمله لل تريبل اس فاليوز. فعليا التريبل اس فاليوز هاي عملوا طبعا هم يعني بشكل عام جماعة الجيبيك عملوا statistics وعملوا analysis وطلعوا أكثر من هوفمان كود ويردز لهاي القيم يعني بطريقة إنهم يدوروا على الـ statistical values الـ most frequent values، مين أكثر أرقام بتتكرر the number of bits needed، وعملوا generation لهذا الكود. طبعا إذا استخدمنا هذا الكود as the default Hoffman table ما في داعي نبعثه مع الإيمج، already بيكون موجود على receiver side. لما أنا أجي أجيب الجيبك decoder بيكون جزء من الجيبك decoder إنه في عندي هذا default Hoffman كود وورد. إذا بدي أعمل كاستمايزيشن to generate a new مثلا هوفمان كود وورد، معناها I should send it along with the image. لاحظوا إنه الكيسز اللي بيكون الـ number of bits needed 3، شو يعني الـ number of bits needed 3؟ يعني معناها إنه الأرقام اللي هي من 4 ل 7 أو من ناقص 7 ل ناقص 4، هاي القيم اللي هي يعني number of bits needed 3، يعني القيم اللي هي 4 ناقص 4 5 6 7 كdifference value، تمام؟ هاي أكثر القيم بتتكرر ما بين الـ DC values يعني كdifference. يعني الdifference اللي بيكون بين الـ DC values بده 3 bits
كأرقام 4 5 6 7 أو ناقص 4 ناقص 5 ناقص 6 ناقص 7، هاي الأرقام أكثر شيء بتتكرر بالإيمجز إن جنرال. فبيز على هاي الاستاتستكس راحوا اختاروا كود وورد 00 لما يكون النمبر اوف بيتس نيدد 3، وبعدين اختاروا كود 0 مثلا 100 لما يكون النمبر اوف بيتس نيدد 2، 101 لما يكون نمبر اوف بيتس نيدد 4. لاحظوا مثلا انه لما يكون النمبر اوف بيتس نيدد 7 يعني بده يكون الديفرنس لارج فاليوز، او النمبر اوف بيتس نيدد 11 يعني الديفرنس عالي جدا كفاليو، اخترنا له هوفمان كود طويل. طبعا هون بتلاحظوا انه هذا راح يكون تكراره قليل جدا، وبالتالي استاتيكالي الارقام راح تتكرر اكثر راح تاخذ كود ويرد اصغر، وهي فكره الهوفمان كودينج اللي حكينا عنها سابقا بمثال بالتكست. الان شو النتيجه النهائيه للدي سي فاليوز؟ نرجع لنفس المثال السابق، هاي الديفرنس فاليوز. الان كل difference value قلنا حولناها لقيمتين اللي هي الـ triple S number of bits needed والـ encoded value اللي هي قلنا الـ actual binary value. فأخذنا الـ 12 إذا بتتذكروا مثلناها بـ 1100 قلنا number of bits needed 4، الـ 1 مثلناها بـ binary 1 وقلنا number of bits needed 1، الـ minus 2 مثلناها بـ 01 وقلنا number of bits needed 2 وهكذا. هذا اللي طلعناه بالـ example السابق. الآن ضل عندنا ناخذ الـ triple S values هاي ونطبق عليها التيبل هذا بحيث إننا نعوض الآن مقابل كل number of bits needed as decimal value بهوفمان كود اللي هو الكولوم هذا. فمقابل الـ 4 101، مقابل الـ 1 011، مقابل الـ 2 100. من وين قاعد بجيب هاي القيم أنا الهوفمان انكود؟ قاعد بجيبها من الهوفمان تيبل هذا، الـ 4101، الـ 2100، الـ 1011 وهكذا. فهاي القيم ما أنا منطلع لها الـ Hoffman Encoded Values. الآن شو النتيجة النهائية عندي كبيت ستريم بدي أبعثه؟ بدي أجي الآن أخذ الـ Number of Bits Needed وأحط مباشرة بعديها الـ Actual Value. لاحظوا كيف أخذنا الـ 101 وحطينا بعديها مباشرة الـ actual value اللي هي 1100، بعدين اخذنا 011 number of bits needed وحطينا بعديها الفاليو 1، بعدين اخذنا 100 حطينا بعديها 01. هاي الان القيم راح نبعثهم as a stream of bits ورا بعض، ما راح يكون في بينهم boundary على الريسيفر سايد، فكيف راح اقراهم؟ نرجع لنفس طريقه لما اخذنا مثال how to decode ال البيت ستريم من الهوفمان انكودد فاليوز. نبدا الان نقرا الفاليوز وبنصير نقارن مع الهوفمان تيبل. بقرا اول بيت 1، برجع للهوفمان تيبل بقول هل في عندي فاليو 1 لحالها؟ ما في. بنتقل بقرا بعدين 10، برجع للتيبل هل في عندي 10؟ ما بلاقي. بعدين بقرا 101، هل في بالتيبل 101؟ اه في. شو القيمه بالتيبل؟ 4. إذا بقول الآن I should read 4 bits بعد هاي القيمة اللي هي 101 اللي اكتشفنا إنها تمثل value 4. So I should read 4 bits بعديها. فلذلك راح أقرأ 4 bits 1100 بعد 4 bits. طيب شو بتقابل هاي القيمة 1100 الأربعة bits؟ بتقابل اللي هي value 12. إذا هاي طلعنا أول قيمة. بعدين بنيجي بنقرأ منكمل بعد ما خلصنا هاي، بتكون طبعا مباشرة 0111 تيجي مباشرة بعديها بالباينري. Again بقرأ value 0، هل في عندي بالتابل 0 لحاله؟ لا ما في. طيب في 01 كمان ما في بالتابل. طيب هل في 011 بالتابل؟ Yes we have. فلما قرأنا الآن 011 بقول بالتابل بتعني 1، معناته I should read only one bit بعد ال 011. فبقرأ هاي البيت وبحولها لل actual value تاعتها. فال 1 بالباينري قلنا هاي بتمثل 1. بعدين بقرأ بنفس الطريقة لحد ما أكمل قراءة البيت ستريم كامل على الديكودر سايد، وفي كل مرة قاعد بحول باك للأوريجينال difference values.
هذا الكلام اللي عملناه لحد الآن كلياته باتجاه الـ DC values only. لا تنسوا أنه لما عملنا vectoring طلعنا بالفيكتور هذا الـ DC value أول واحدة وبعدين مجموعة من الـ AC values. لأن شو اللي سويناه؟ استثنينا أول DC value وأخذناها لحالها مع الـ other DC values مظبوط من الـ other blocks وعملنا منهم differential encoding وبعدين Hoffman encoding. شو صفى عنا داخل البلوك؟ صفى عنا الـ AC values اللي هم مرتبين بشكل إنه في عنا run of zeros عالي بيكون بالآخر. عشان هيك الخطوة القادمة راح تكون إن نعمل على الـ AC coefficients إن نعمل run length encoding. يعني اخترنا encoding يناسب الـ AC values which is run length لأنه عنا run of zeros. بينما في الدي سي اخترنا differential encoding لأنه عنا large values بنعمل لها difference ناخذ difference تبعها. فلذلك للدي سي values اخترنا differential بعدين Hoffman. أما الاي سي values راح نختار الآن run length encoding وبعدين نرجع نطبق نفس فكرة الهوفمان encoding اللي طبقناها على الدي سي لفكرة number of bits needed وبعدين الactual value راح نطبقها بعد ما نعمل بالأول run length encoding. نبدأ الآن بالrun length encoding. الrun length encoding اتفقنا الآن وين صرنا إحنا؟ الrun length encoding نرجع الآن على AC values راح نمثلهم بطريقة كالتالي. راح نصير كل AC value نمثلها بالفورم التالي skip and value. شو يعني skip and value؟ يعني راح أصير أقول how many zeros we skip before we see the non-zero value. إذا جمعنا الـ AC coefficients كلياتهم وراء بعض زي هذا المثال يعني مقارنة بالأرقام السابقة فلو طلع عندي ترتيبهم بعد ما عملنا الزجزاج بالشكل التالي 6, 7, 3, 3, 3 بعدين 2s بعدين 0s وضل عندي 0s لحد ما كملنا 63 value. لاحظ الآن بدي أعمل لهم encoding يعني أكتبهم بفورمات جديدة مكونة من skip and value. شو يعني skip؟ يعني how many zeros we skip before we see the non-zero value. طبعا بالمثال هذا اللي أمامنا مش ظاهر إنه في zeros بين الأرقام لذلك دائما we skip zero يعني the number of zeros we skip هو zero يعني ما في عدد من الزيروز we skip. بعد شوي رح ناخذ مثال نشوف كيف إنه بالعادة ممكن إنه زي ما اتفقنا قبل شوي إنه ممكن وإحنا بنقرأ بالـ AC values يطلع عنا zeros بعدين نرجع نقرأ مجموعة AC values. يعني مو دائما ضروري إنه كل الزيروز 100% يطلعوا بالآخر ممكن يظهر zeros بالنص. إذا ظهر zeros بالنص هذولا بنعدهم اللي هم اللي بنسميهم الـ skip value يعني how many zeros in the run before we read non-zero value. فأول قيمة راح نكتبها بالشكل التالي 6 راح نكتبها بصورة 06 ال7 راح نكتبها 07 ال3 03 وهكذا. طبعا بتلاحظوا انه كلياتهم النمبر اوف زيروز وي سكيب 0 لانه ما في اصلا زيروز بينهم بس راح نشوف الان مثال كيف انه ممكن تظهر هون values. لاحظ اخر شيء الان انه كلياته زيروز هذا اللي متبقي بنحط ما يسمى بالاند اوف فايل زي كيف لما تيجي بدك يعني تحط زي سبيشال كاركتر تقول انه ما ضل عندي اي نون زيرو فاليوز كل الارقام المتبقيه هي زيروز فانا ما في داعي ابعثهم. اتفقنا احنا انه لما جمعنا كل النون زيرو فاليوز طلعوا تقريبا 10 فاليوز من اصل 63 فاليو فانا راح اخذ ال10 فاليوز هذول وبعد اخر قيمه راح احط الكود 00. شو معنى الكود 00؟ معناها اند اوف فايل يعني انه بعد العشرة values for example كل الفاليوز المتبقية من ال 63 values الاصليات اللي بالماتريكس كلياتهم zeros. خلينا ناخذ مثال توضيحي اكثر للكلام اللي قلناه او خلي المثال كمان شوي. خلينا نكمل الان على فكرة الانكودينج. الان الخطوة اللي بعديها الان بعد ما اخذنا السكيب والفاليو الفاليو هاي اللي هي 6 وال7 وال3 راح نرجع نكتبها بطريقه شبيهه بطريقه الدي سي كوفيشنت ان نكتبها على شكل number of bits needed
و actual binary value. لا تنسوا إنه الvalue الأصلية لا تزال decimal اللي هي 673 اللي هي second part هون، تمام؟ والact والfirst value هون هي skip value. الآن راح نرجع نأخذ الvalue نفسها ونكتبها بطريقة بتشبه الطريقة تبعت ال DC على شكل number of bits needed والactual bits اللي هما الباينري. خلينا نأخذ مثال نحول هاي الأرقام كلياتها للفورمات هاي number of bits needed مع value. إذن أول خطوة بناخذ الـ ASIC coefficients بنكتبهم بصورة الجديدة هاي اللي هي skip comma value، فراح نكتبهم بالطريقة هاي 0607. لاحظوا هاي طبعا مش نفس الأرقام، لاحظوا بهذا المثال إيش الأوريجينال values اللي عملنا لهم سكان زجزاج. إذا قرأناهم هون بنلاحظ أول قيمة 6 ما في قبلها إشي، القيمة الثانية 7، بعدين عندي 3-3. شو معنى 3-3؟ معناها في 3 zeros ظهرت بين 7 وبين 3. إذن الأوريجينال sequence من الـ AC values هي كالتالي 6 7 بعدين 0-0-0 3 zeros، هاي الـ indication إلها اللي هي value skip. بعد الـ 3 zeros هاي في value 3، بعدين في عندي value minus 1 مباشرة إجت، وبعد هيك كل الـ values zeros. طيب الآن حناخذ هاي القيم زي ما اتفقنا وناخذ الـ skip value لحال نتركها ونرجع للـ second value اللي هي سميناها الـ value. لا تنسوا ان رقمين الآن skip و value. الـ skip اللي هم هينا تركناهم لحالهم وأخذنا الـ second values وكتبناهم على صورة الـ triple S value number of bits needed والـ actual value. فلاحظ مثلا 6 represented as 110 والnumber of bits needed 3، الـ 7 منمثلها ب 111 والnumber of bits needed 3، الـ 3 منمثلها 11 والnumber of bits needed 2، الـ minus 1 منمثلها ب 0 number of bits needed 1، الـ 0 منمثله ب 0 وقلنا number of bits needed 0 اللي هو 0 يعني ما في value. الآن شو صفى عندي بالآخر؟ لاحظوا انه الآن في عندي صفة شغلتين. الشغلة الأولى انه حولنا باينري يعني جزء باينري values. كنا بالأول بالدي سي إذا بتتذكروا صفت عنا الـ number of bits needed نكتبها على شكل Hoffman encoded values. الآن صفى عنا شغلتين بدنا نكتبهم على شكل Hoffman encoding. أول شيء الـ skip values لا تزال عبارة عن decimal values زي ما أنتم شايفين. Number of bits needed, number of zeros we skip 0, 0, 3, 0, 0 هدول. وفي عنا number of bits needed. شو عملوا بالجيب؟ أخذوا values للتريبل S وصاروا يقولوا هدول كل قيمتين مع بعض بدنا نعطيهم كود خاص. يعني إجوا الآن على عشان يعملوا Hoffman encoding إجوا على كل قيمة على كل قيمتين مع بعض للسكيب والتريبل اس وصاروا يعتبروهم زي كأنهم كومبوزيت فاليو، يعني صاروا يجمعوهم مع بعض يقولوا مثلا انه قديش الان من ناحية statistics كم مرة بيتكرر عنا انه السكيب يكون 0 والنمبر اوف بيتس نيدد 3، كم مرة بتكرر عنا انه السكيب يكون 0 والنمبر اوف بيتس نيدد 3، كم مرة بتكرر عنا انه السكيب يعني number of zeros we skip 3 والnumber of bits needed للactual value non-zero يكون 2. فجمعوا هاي الحالات كلياتها وعملوا لها تيبل. طبعا راح يكون عندنا huge combinations الآن يعني قاعدين يعني بناخذ شغلتين مع بعض بنقول قديش احتمالية انه we skip ولا 0 اللي هو يعني 0 value وبنفس الوقت انه يكون number of bits needed للnon-zero value يكون 3 أو 2 أو 4. أخذوا كل هاي الكومبينيشنز وعملوا لها هوفمان تيبل. طبعا لاحظوا كيف عندك هيوج نمبر اوف كومبينيشنز. التيبل طبعا ما خلص، التيبل أكبر من هيك. هذا بيسموه الديفولت هوفمان تيبل اللي خاص بالاي سي فاليوز. هذا اللي شفناه هون التيبل هذا عبارة عن الهوفمان تيبل
تبع DC values اللي هو خاص فقط بالnumber of bits needed. فصار عندنا two tables الآن انتبهوا للهوفمان encoding. table خاص بالDC values اللي هو فقط للnumber of bits needed triple S. وفي عندنا الآن table آخر للAC values اللي هو عبارة عن codes جداد بيمثلوا combination من how many zeros we skip و how many bits needed للنون زيرو فاليو اللي بنوصل لها. فلاحظ ككومبينيشنز مثلا كومبينيشن 03 اللي شفناها الان صدفت مرتين 0 مع 3 0 مع 3 هاي الكومبينيشن ماخذه 3 bits بالهوفمان كود 100. في كومبينيشن 02 فعليا استاتيكالي ظهر معاهم انها بتتكرر اكثر هاي الكومبينيشن 02 انه the number of zeros we skip zero will actual representation للvalue يكون من 2 bits. طبعا لا تنسوا انه الارقام اللي قاعده بتطلع معنا ارقام صغيره لانه already عاملين احنا division by threshold يعني already قاسمين على رقم وبالتالي الارقام تبعات الكوفيشنتس اصلا صغيره. لو ما قسمنا طبيعه الارقام كبيره اللي بتطلع معنا وبالتالي number of bits needed لها بده يكون اكبر من هيك. فبتلاحظوا طبعا الكود تبع 00 اللي هو اخر واحد هذا بيظهر اعطوه كود 1010 وهكذا. لاحظوا في كومبينيشنز بتاخذ نمبر اوف بيتس عالي جدا بالباينري بس هذول احتماليه انهم يظهروا قليله جدا يعني انه يظهر عندي 6 زيروز وبعديها يظهر عندي نون زيرو فاليو بعد ال 6 زيروز. والنون زيرو فاليو اللي تظهر عندنا هاي يكون النمبر اوف بيتس نيدد الها اللي هو التربل اس يكون 6 يعني بدي 6 bits to represent هاي النون زيرو فاليو. فهاي الاحتمالات اللي بتكون قليلة جدا بتلاحظوا بعطوها كود أعلى والاحتمالات اللي بتكون more frequent عمالهم بعطوها هوفمان كود أصغر. overall إذا استخدمنا الديفولت هوفمان تيبل هذا ما في داعي نرسله مع الإيمج وإنما بنتوقع إنه موجود كمان على الديكودر سايد حتى يقدر يسترجع المعلومات based on this table. خلينا ناخذ الآن مثال نكمل على المثال السابق. المثال السابق تتذكروا هون اللي عملناه إنه أخذنا هذول الـ AC coefficients بعد ما كتبناهم بصورة skip وvalue تركنا الـ skip لحال وأخذنا الـ values ومثلناهم بطريقة الـ triple S value. صفى عندي الـ value binary لكن ضل عندي two values in decimal اللي هي الـ skip والـ triple S. هذول الثنتين مع بعض بدنا نعمل لهم الآن هوفمان كود. إذا كل value 0/3 بدنا نعمل لها كود 0/3 بدنا نعمل لها كود ونكتبه قبل الـ actual code. مرة ثانية نرجع للمثال السابق. بهذا المثال الآن راح ناخذ الـ values ونمثلهم بالبيت ستريم النهائي. Again هذول هم الـ coefficients قلنا راح ناخذ الـ skip value نتركهم لحال وناخذ الفاليوز نفسهم ونمثلهم بطريقه النمبر اوف بيتس نيدد ونمثلهم بالاكتوال بيتس. ف 6 نمبر اوف بيتس نيدد 3 والاكتوال فاليو 110. اذا الكولوم هذا تبع السكيب مع الكولوم هذا تبع التريبل اس مع الكولوم هذا تبع الران لينث هذول الثري كولومز اللي كانوا موجودين عندنا قبل شوي بهذا المثال. هذول الثري كولومز ضل عندي وان مور كولوم اضيف اللي هو الهوفمان كود اللي هو راح يكون كومبينيشن من السكيب مع التريبل اس لهاي القيم اني احولها لباينري. وهذا اللي ظهر عندنا هون باز هوفمان كود وورد. هذا الهوفمان كود وورد هو عباره عن كومبينيشن من 0/3 برجع للتيبل بدور على 0/3 اتس 100 فبسجل الهوفمان كود تبعها 100 0/3 100 3/2 برجع للتيبل بدور على 3/2 اللي هي يمكن مش ظاهرة هون بالتيبل زي ما قلنا هو التيبل كبير فراح يظهر فيه somewhere بالتيبل 3/2 إلها كود خاص. بعدين بدي 0/1 إلها كود 00 إلها كود اللي شفناه في التيبل قبل شوي بيمثل 1010. الآن النتيجة النهائية إنه صار في عندي هوفمان كود وصار في عندي اللي هو الرن لينث كود اللي هو بيمثل الأكشوال نون زيرو فاليو. حجمع اثنين بجنب بعض طبعا
ال 100 مع ال 110، أعتبره 1 كود، بعدين أنتقل أقرأ الكود الثاني 100 وأجمعه مع 111. دائما طبعا لازم يكون هذا بالأول عشان أقدر أسترجع السكيب فاليو والتريبل أس قبل ما أقرأ الفاليو، لأنه variable length. الستريم اللي راح ينبعث الآن هو هذا الستريم. كيف راح يقرأه الآن الريسيفر؟ مرة ثانية راح يبدأ ب1، يرجع للهوفمان تيبل هذا، يدور على كود 1 ما في، راح يقرأ 10، حيرجع للتيبل ما حيلاقي 10، حيقرأ الآن 100، حيرجع للتيبل يلاقي بالتيبل 100 it means 0/3. طيب شو معنى 0/3؟ معناها you skip zero values and the number of bits needed to read now is 3. يعني راح أسجل عندي الآن إنه the skip 0 يعني هذا الزيرو الأول، والactual value الآن اللي بدي أقرأها it needs 3 bits. شو هم ال 3 bits اللي ورا بعض؟ 1 1 0. برجع ل 110 للتيبل تبعي أشوف شو معناها، معناها 6. إذا استرجعت قيمتين، أول إشي the number of skip values أو the number of zeros we skip is 0 والactual value لل 110 هي 6، فرجعنا 06. هذا أول كود. نيجي نقرأ بعدين نكمل الستريم 100. Again 100 it means you have to read 3 bits وبنفس الوقت you skip 0 values. طيب شو هم ال 3 bits اللي راح نقرأهم الآن؟ هم 111. طيب 111 شو بتعني؟ بتعني 7. إذا الآن the second ASCII coefficient is 07. برجع بكمل، بقرأ الآن كود، راح تلاحظوا هذا الكود اللي راح أظني أقرأ فيه لحد ما أوصل لهذا الكود، راح يكون معناه بالتيبل 3/2. شو معنى 3/2؟ معناه إنه you have to skip 3 zeros، وأيضا the actual bits هما فقط 2 bits you have to read. فبروح بقرأ 2 bits اللي هما 1 1 بعد ما قرأت هذا الكود، وبقرأه على إنه number 3 اللي هو 1 1، فطلعنا 3 3، وهكذا بنكمل. طبعا دائما لما أوصل للكود 1010 بالهوفمان تيبل برجع إله بلاقيه معناه 00. طبعا 0/0 معناها إنه the number of bits you skip is 0 والnumber of bits needed 0. طبعا هذا ال 00 زي ما قلنا هو end of code، يعني نهاية الكوفيشنتس. معنى ذلك إذا أنا قرأت for example 1 2 3 4 coefficients، طيب ما تبقى من 63 coefficients شو القيم تبعتهم؟ هي zeros. الآن برجع باخذ الآن الفيكتور وبرجعه مرة ثانية ل 2D matrix، ومن 2D matrix برجع بعمل dequantization وبعدين inverse DCT، يعني بسترجع القيم كلهم وراء بعض. إذن الآن عشان نكمل فكرة الإنكودينج كاملة ونوقف عندها، بعد ما طلعنا الهوفمان كودز كلياتهم، إشي للدي سي وإشي لل اي سي، الآن بدنا نجمعهم كلهم بـ 1 فريم ونبعثه. طريقة إرسال الفاليوز بالجيبيك معمولة على شكل ليفلز، يعني الفريم كامل اللي هي الإيمج كاملة بيكون في إلها في البداية إشي اسمه start of frame و end of frame، يعني بداية الإيمج ونهاية الإيمج. هذا عبارة عن زي header وتريلر. طيب وداخل الآن البداية الفريم في عنا header، هذا طبعا عمانا بنعمل encoding، يعني بنحط بنعمل packetization كيف message وبتعمل لها header. فالheader بيكون في جواته معلومات عن الإيمج، يعني مثلا شو الwidth والhigh تبع الإيمج عشان نمثلها بالآخر على شكل 2D matrix، شو الكومبوننتس اللي موجوده داخل الفريم او داخل الان الكونتنت اللي عملنا له انكودينج، هل هو بالفورمات RGB ولا YCBCR؟ احنا اتفقنا انه RGB دايركت او ان نشتغل على YCBCR. طيب شو نوع الفورمات اللي استخدمناها بحاله ال YCBCR؟ هل استخدمنا الفورمات 422 ولا الفورمات 20 420؟ متذكرين قلنا في اكثر من طريقه how to represent ال CB وال CR matrix. كل هاي المعلومات بتكون موجودة بالهيدر تبع الفريم. طيب بعد ذلك level 2 داخل الفريم الآن في عنا مجموعة من الاسكان، بنسميها مجموعة الاسكانز اللي هم كل component من جمعه بسكان لحاله.
قلنا مثلا اذا عملنا واي وسي بي وسي ار، قلنا الواي لحال كماتريكس من نعمل لها يعني كل الخطوات السابقه، والسي بي بنعمل لها كل الخطوات السابقه بالانكودينج كامله، والسي ار فكل واحده من هاي الكومبوننتس بنجمعها بما يسمى وان سكان، وبنحط في البدايه بالهيدر انه ايش هو هذا السكان، يعني كومبوننت اي دي از ذس ان ار سكان ولا جي سكان ولا بي سكان ولا واي سكان ولا سي بي سكان. وبنضيف كمان بالهيدر ما يسمى بالكوانتايزيشن تيبل زي ما قلنا، اللي هو الثريشولدز اللي قاعدين بنقسم عليها لما عملنا كوانتايزيشن. اجين كل سكان مقسم لسيجمنتس، يعني هي طريقه هايريكال كيف الانكابسوليشن. الان السيجمنت كل مجموعه من البلوكس بنحطهم بسيجمنت، يعني ما بنحط كل البلوكس مع بعض، بنجمع كل مجموعه من البلوكس بنسميهم سيجمنت، وبنحط بالهيدر تبع السيجمنت الهوفمان تيبل اللي استخدمناه. طبعا في حال انه استخدمنا كاستمايزد هوفمان تيبل، اذا استخدمنا الديفولت هوفمان تيبلز اللي شفناهم قبل شوي بالامثله السابقه، there is no need to send the hoffman table. لا تنسوا انه البلوك الواحد هو اصلا عباره عن دي سي واي سي فاليوز، كل مجموعه من البلوكس معينه بنسميهم سيجمنت، وكل مجموعه من السيجمنتس مع بعض بنعملهم بوان سكان بيمثل واحد من هاي الكومبوننتس، وبالاخر الثري كومبوننتس كاملات، يعني مثلا الثري سكانز كاملات الواي والسي بي والسي ار بيمثلوا الايمج كامله. لان هذا الان الفريم كامل هذا عباره عن جيبج فريم، يعني كومبرست ايمج بيمثل جيبج ايمج، ولكنها من الداخل هي بالباينري فورمات الكومبرست اللي شفناها. فلما ضربنا امثله قبل شوي قلنا فايل كان بحدود ال 500,000 مثلا او 530,000 بايتس، ونزل السايز تبعه مثلا ل 30 ولا 40,000 بايتس، هذا ال 30 40,000 بايتس هم عباره عن المعلومات اللي بتكون داخل هذا الفريم او داخل هاي الايمج بالباينري فورمات. المره القادمه ان شاء الله بنكمل على الايمج كومبريشن، تحديدا راح نبدا بالجيبج ديكودر، يعني نرجع نعكس الخطوات كلياتها مره ثانيه لحد ما نسترجع الايمج مره ثانيه. في اي سؤال استفسار لحد هاي النقطه؟ طيب يعطيكم العافيه.